مشاهدينا مشاهداتنا نحييكم جميعا ونرحب بكم في موضوع اليوم. أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني فقد خلال سنة 2023 أزيد من 157 ألف منصب شغل، وهكذا يرتفع معدل البطالة من 11.8 إلى 13%. مؤشرات سوق الشغل تحركت في منحى سلبي خلال العام 2023، سواء تعلق الأمر بارتفاع حجم البطالة وانخفاض معدل النشاط وتراجع معدل الشغل وتدهور معدل بطالة حاملي الشهادات، كما قارب معدل الشغل الناقص نسبة 10%. للمزيد عن اتجاهات سوق الشغل خلال العام 2023 وآفاق هذه السنة التي نعيشها، ينضم إلينا من الدار البيضاء الدكتور عبد اللطيف كومات، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني. من الرباط ينضم إلينا الأستاذ الدكتور عبد العزيز الروماني، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ومن تزنيت ينضم إلينا الأستاذ الحسين الفرواح، الأستاذ المبرز الباحث في الاقتصاد. ضيوف الكرام، أهلا بكم جميعا. أستاذ عبد اللطيف كومات، إلى أين تتجه سوق الشغل في المغرب على ضوء ما نشرته المندوبية السامية للتخطيط عن وضعية هذه السوق؟ السوق الشغل حقيقة هي في وضعية صعبة، وهذا في الحقيقة كان منتظر، يعني نتيجة لمضاعفات يعني وطنية وأيضا دولية. فإذا لاحظنا ويعني بحثنا يعني بتركيز في الهيكلة ديال اليوم تطور سوق الشغل، كنشوفوا بأن يعني هذا التدهور هو ناتج خصوصا على من يعني تداعيات الجفاف، بحيث ان فقدان الشغل اللي هو اليوم كيتعد ب 157,000 يعني منصب اللي فقدناه، ولو اننا خلقنا 41,000 منصب شغل، ولكن عدد المناصب اللي فقدناه في العالم القروي اللي كتوصل حوالي 200,000 منصب شغل، هي اللي كتعطي يعني وطنيا هاد النتيجة اللي في الحقيقة يعني هي اليوم كنلاحظوا بأنها نتيجة اللي كتعكس واحد الوضعية ديال الدينامية في الشغل اللي ما كتصرش، خصوصا وأننا اليوم مقبلين على يعني فئات جديدة، لا من الشباب ولا من نسبة حتى النشاط يعني عند السكان اللي كيرتفع، وخصوصا ايضا حاملي الشهادات، وعندنا ايضا يعني النساء، بحيث ان نسبه نشاط النساء في المغرب اللي هي اليوم في 19% هي في الحقيقه ما كتعكسش الديناميه ديال المراه المغربيه. اذا هناك عده مؤشرات اللي هي سلبيه. كاين يعني الاشكال ديال الجفاف اللي هو يعني العامل الاساسي، ولكن ايضا كاين هناك واحد البطء في الديناميه قطاعات أخرى كالصناعة، يعني الخدمات كتبقى هي المشغل أكثر خصوصا في العالم الحضري، البناء وأيضا الأشغال كيخلق مناصب الشغل، ولكن بصفة عامة كتبقى هذه النسب هي ضعيفة بالنسبة لحاجيات المغرب، لأن اليوم كنعرفوا بأن نسبة النمو هي يعني تراوح ما بين 2 حتى 3%، وأن يعني عدد فرص الشغل بنقطة في نسبة النمو كينخفض بالنسبة لما تخلقه ما يخلقه النمو. هذه 15 أو سنة أو 20 سنة كانت نقطة من نسبة النمو كتخلق ما بين 30 حتى 40,000 منصب شغل، اليوم لأنه كان تجه الاقتصاد اللي هو حامل في التكنولوجيا اللي هو كينخرط اليوم في ما نسميه القطاعات العالمية للمغرب، كصناعات السيارات، كصناعات الطائرات، كالصناعات الإلكترونية اللي هي كتخلق مناصب شغل أقل من الصناعات الكلاسيكية كالملابس، كالصناعات الفلاحية. ونزيد على هذا يعني كما قلت الجفاف، كل هذا خلى بأن الوضعية سوق الشغل هي وضعية صعبة. شكرا لكم أستاذ عبد اللطيف كومات. أستاذ عبد العزيز الروماني، إلى أي مدى فاجأتك الأرقام والاتجاهات التي جاءت في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط فيما يتصل بوضعية سوق الشغل؟ هل كان الوضع لربما في توقعك أخف مما أتى في الأرقام، أم أن الأمر في الواقع كان متوقعا؟ هو سي محمد، الأرقام اللي علق عليها السي عبد اللطيف هي أرقام منطقية بلغة الأرقام، يعني كيفاش منطقية بلغة الأرقام؟ لما نتكلموا على المستوى اللي عندنا حاليا ديال النمو، فمن طبيعة الحال
كتقول أن المؤشر باش يرتفع، المؤشرات السلبية ترتفع بهذه النسبة ديال 1.2، تبدو منطقية جدا. أتحدث عن لغة الأرقام طبعا. ثاني هو تقلبات السوق الوطنية والإقليمية والدولية كتقول باللي راه لابد ما تخلي عندها نتائج سلبية، ومن بين النتائج السلبية هو هذه الأرقام السلبية من طبيعة الحال في مجال الشغل. ثالثة هو من الجفاف، لأن الحجم ديال ارتفاع البطالة في البادية وصل ارتفع بواحد 1.1 حدائق المدينة بواحد واحد يعني بقات هكذا، ولكنه ارتفاع شامل، يعني شامل لسحب الشهادات، شامل في المجال يعني التنوع السن في أيضا في إذن هذه الأمور نعم كتفاجأ، جوابا للسؤال ديالك سي محمد، كتفاجأ انطلاقا أن الحلول الابتكارية والإصلاحات الهيكلية والجوانب الجاذبية لم تفي حقها في مغرب هذه المرحلة ديال السنة اللي فاتت يعني 2022-2023. يعني لو أننا تحركنا، لأن منطقي عندك نمو ضعيف، منطقي في كل نقطة نمو تخلي لك ما بين 40-50 ألف ديال التأخر، منطقي أنك توصل 138 ولا 1000 ولا 140 ألف، وإلى هذيك الربعين ولا 45 ألف اللي وجدت أنت في سوق الشغل امتصاتها لك الجفاف ديال البادية كما تكلمنا الآن. إذن أشنو كان؟ أنت كتشوف أمامك سنة جافة، المؤشرات راه بدات في أكتوبر، أنت كتشوف قدامك تقلبات صعبة، أنت كتشوف معك تضخم، وأنت ما زلتي كما كيقولوا في اللغة الدارجة ديالنا ما زلتي مرخي. مرخي كيف؟ ما زلتي ما سعيتيش الإصلاحات ضريبية حقيقية، ما زلتي ما وضعتيش مساطر إدارية شفافة تستجيب لسوق الشغل. راه الناس كيهربوا كيسدوا مقاولاتهم لا الصغيرة ولا المتوسطة، وبالتالي كيهربوا لك من سوق الشغل، يعني كيسدوا حوانتهم، كيسرحوا الناس بسبب أولا الريع، بسبب الفساد، بسبب هذه الأمور السهلة في حلولها. لو التجأ المغرب بسرعة والتجأت الحكومة الحالية اللي من المفترض أنها تكون أنجح حكومة لأن فيها طاقات ديال المقاولات، من المفروض أنها تكون واعية بصعوبة المساطر الإدارية، بأن بصعوبة الضرائب اللي وصلت له الآن المقاولات الصغرى وما كاينش تحفيزات، بأنه لما كتسد عليك 16 ألف شركة رسميا مقاولات وهي في الأصل راها 34 ألف كما قالوا الخبراء، لأن كاين اللي كيسد بلا ما يديكلاري، كاين اللي كيهز راسه ويغادر، كاين. إذا أمام هذه الظرفية كان بإمكانك كحكومة أن تبحث عن الحلول الابتكارية، عن الإصلاحات الهيكلية الضرورية لأولا إيقاف هذا النزيف الذي أقول ما إلا تزاد الله يستر له ليك كتبها الجفاف واحد شوي، فالقيمة المضافة للفلاحة ستؤثر كثيرا على سوق. شكرا لكم أستاذ عبد العزيز الرماني. عطفا على هذا الكلام أستاذ الحسين الفرواح، في تحليلنا طبعا للظرفية الاقتصادية، سوق الشغل هي معطى أساسي، ولربما هي أحيانا تكون الغاية المثلى أن تكون هناك سوق شغل مدرة للفرص، هذا هو الغرض من السياسة الاقتصادية كلها. لماذا يترسخ هذا المنحى السلبي لسوق الشغل والبطالة أساسا ونحن تقريبا في سنتين من سياسة اقتصادية المفروض أن تكون جديدة أو أكثر من سنتين؟ شكرا سي محمد. ما جاء في تقرير ديال المندوبية السامية للتخطيط في تشخيصها لوضعية السوق بالمغرب خلال سنة 2023 يؤكد ما خلصت إليه دراسة رسمية سابقة ديال مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اللي كتقول هذه الدراسة لأنه الاقتصاد الوطني المغربي يعاني من نمو فقير على مستوى خلق فرص الشغل، على الرغم من كل المجهودات اللي دارت من طرف الحكومة في إطار السياسات العمومية. وبالتالي هذا معطى يؤكد ما خلصت إليه المندوبية السامية للتخطيط، علما أنه حسب نفس الدراسة فسوق الشغل بالمغرب يعاني من اختلالات على المستوى الكمي
وعلى المستوى الكيفي وكذلك سوء الحكمة. ناخذ مثال معدل ديال مناصب الشغل السنوية اللي كتخلق لنا كل نقطة مئوية، إلى رجعنا بين 2000 و2007 كانت أزيد من 32 ألف منصب شغل، ولكن من بعد بين 2008 و2020 كل نقطة مئوية يلا كتخلق لنا 12550 منصب شغل، وهذا راجع بالأساس إلى أن الاقتصاد المغربي أساسا كيعتمد على القطاع الثالث اللي فيه الخدمات، واقتصاديا الخدمات لا تخلق مناصب يعني شغل كافية، علما أنه القطاع الثالث يمثل أزيد من 53% من الناتج الداخلي الخام. وبالتالي هاد كل هذه المعطيات كتقول لنا بأنه سوق الشغل في المغرب عنده مجموعة من التحديات، وهذا هذه التحديات مرتبطة أساسا بالارتفاع ديال نسبة البطالة، خصوصا لدى الشباب اللي في العمر ديالهم بين 15 سنة و 24 سنة، اللي نسبة ديال البطالة تجاوزت 35%، إضافة إلى النسبة المرتفعة ديال البطالة لدى النساء اللي في حدود 18%، وكذلك أصحاب الشواهد اللي في حدود 20%، إضافة إلى أن نسبة البطالة مرتفعة في العالم الحضري أكثر من العالم القروي، بالرغم من أنه لاحظنا مؤخرا بسبب الجفاف أن نسبة البطالة في العالم القروي انتقلت من 5% إلى أزيد من 6%. على العموم، إضافة إلى هذه الخصائص ديال سوق الشغل بالمغرب، للبطالة كتقيس الشباب، كتقيس العاطلين، كتقيس النساء، كتقيس العالم الحضري أكثر من العالم القروي، هناك معطى آخر اللي هو هيمنة ولا كثرة النقص الشغل الناقص، الشغل الناقص. وإذا رجعنا للتعريف ديال الشغل الناقص حسب منظمة العمل الدولية، فهو الشغل اللي هو ناقص عدد ساعات العمل، وكذلك ضعف كذلك على مستوى ديال الانتاجيه وديال المردوديه، وكذلك ضعف على مستوى الدخل اللي كيتلقاه هاد يعني الاجره اللي هو دخل غير كافي، اضافه الى الهشاشه، وكذلك عدم ملائمه التكوينات مع ما يتطلبه سوق الشغل. كل هذه الامور تعطي لنا تشخيصا كاملا لما يمكن أن يقدم فيما سيأتي من الحلول لتجاوز هذه التحديات والاختلالات سأتطرق إليها فيما بعد. شكرا لكم أستاذ الحسين الفرواح. أستاذ عبد اللطيف كومات، في استقراء معطيات سوق الشغل في الواقع هناك لنقل مداخل متعددة، هل برأيك الأكثر دلالة أن نركز على عدد فرص الشغل التي تم فقدانها في العالم القروي بسبب الجفاف؟ هذا في الواقع ليس معطى جديد، لأنه المغرب هو بلد له تجربة وتاريخ مع سنوات الجفاف. أم ينبغي، وذلك الأكثر دلالة، التركيز على فرص الشغل التي خلقها الاقتصاد الوطني في سنة معينة؟ ما الأكثر دلالة برأيك؟ هو الأكثر دلالة هو فرص الشغل التي يخلقها الاقتصاد المغربي. كما تفضلتم، إشكالية الجفاف وتذبذب التنمية وتذبذب خلق الشغل نتيجة يعني التغيرات المناخية، هذا أصبح هيكليا بالنسبة لبلادنا. يجب أن نركز مجهودنا على ما يمكن أن يخلقه الاقتصاد الوطني من مناصب شغل، وهذا يقتضي اولا يعني إعادة الهيكلة للاقتصاد المغربي، بحيث اليوم يعني اتضح بان القطاع الفلاحي هو قطاع هام، لا من ناحية الانتاج لا من ناحية التشغيل، ولكن هناك إشكالية الجفاف. يجب ان نعيد بناء قطاع الفلاحة على اساس استمرارية في نسبة النمو وفي خلق الشغل على حد المستطاع، لأن هناك يعني مسائل لا نتحكم فيها، ولكن السياسة الفلاحية اليوم الكل يعني اقتنع بأن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هيكلية الجفاف والتغيرات المناخية. هذا موضوع هام مطروح أمام بلادنا، لأن نلاحظ
لا من ناحية نسبة النمو، بحيث أن تغيرات وتذبذبات نسبة النمو هي راجعة بالأساس إلى التذبذبات في الناتج الداخلي للقطاع الفلاحي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي ما تعرفه جل البلدان اليوم، البلدان المتقدمة أو السائرة في طريق النمو، هي كتعرف واحد التغير في هيكلة اقتصاداتها، الاقتصادات اللي كتمشي إلى خلق قيمة مضافة أكثر، إلى حمولة تكنولوجية أكثر، إلى تصنيع أكثر، ولكن هذا يقتضي أولا توجيه الاستثمارات نحو هذه القطاعات الخارقة للشغل، وأيضا يجب يعني تمكين الموارد البشرية من تحمل مسؤولياتها، أولا التأقلم مع التغيرات الاقتصادية الدولية، وثانيا أن تكون لها اليوم مبادرات لخلق مقاولات. المغرب لنا نسبة خلق مقاولات ضعيفة بالنسبة للمنطقة، بالنسبة للدول الصاعدة والتي هي في طريق النمو. كتعرف واحد الدينامية خلق المقاولات في الابتكار، في التجديد، في الشباب حاملي الشواهد أن يتجهوا إلى خلق يعني مشاريعهم أكثر ما يعني كي يعني نقول كي يوجهوا يعني انتظارات، خصوصا للقطاع العام ليشغلهم أو للنسيج الاقتصادي الموجود. هذا يمكن أن يشغل، ولكن احنا كنعرفوا اليوم ملي كنشوفوا قانون المالية كيخلق ما بين 25 حتى 30 ألف منصب شغل في السنة، ملي كنشوفوا الدينامية القطاع الخاص أيضا اليوم يعني واحد النسبة ضعيفة ديال يعني خلق يعني منصب شغل في القطاع الخاص الموجود. اللي كيجيب يعني يجب علينا أن نعمل عليه هو خلق مشاريع جديدة. هذا كنلاحظه من خلال الاستثمارات. يعني اليوم المغرب ولو أن كانت يعني نقصان نسبيا في الاستثمارات هذه السنة، ولكن هناك نوايا استثمارية كبرى على المدى المتوسط والطويل. طيب، اللي خصنا هو أننا نشجع الاستثمارات، وأيضا نمشي أكثر نحو تحويل هيكلة هذه الاستثمارات من القطاع العام للقطاع الخاص، لأن القطاع العام ما كيخلقش واحد النسبة كبيرة من الشغل. احنا كنشوفوا اليوم المردودية ديال القطاع العام لا من ناحية خلق الموارد ولا قطاع ولا الشغل كيبقى شوي ناقص. سنأتي إلى المداخل وإلى القطاع العمومي والقطاع الخاص. أستاذ عبد اللطيف كومات، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. دعنا أيضا نشرك معنا الأستاذ عبد العزيز الرماني في هذه النقطة تحديدا. أستاذ عبد العزيز الرماني، سنة جفاف، سنة متوسطة، أقل من المتوسطة 2023 لنسميها كيف نشاء، لكن فقدنا أزيد من 200 ألف منصب شغل، وهذا قدر الله مع أنه ليست هناك أمطار، ليست هناك تساقطات، لا سلطة للحكومة في ذلك. لكن في الجانب الآخر ما خلقته القطاعات لنقول الإنتاجية فيما يتصل مثلا بالصناعة بما فيها الصناعة التقليدية هو 7000 منصب شغل فقط. قطاع الفلاحة طبعا قلنا بأنه فقد 200 ألف منصب شغل، البناء والأشغال العمومية بالكاد 19 ألف منصب شغل، قطاع الخدمات 15 ألف منصب شغل. لماذا بدت مناصب الشغل التي خلقت في هذه القطاعات وأساسا الصناعة والصناعة التقليدية 7000 منصب شغل في هذه المستويات وهي متدنية؟ طبعا احنا كنعيش اليوم واحد النتائج واحد المؤشرات اللي ما عرفهاش المغرب منذ 23 عام. هذه نقطة مهمة باش كنوضعوا التوازنات. النقطة الثانية أنه القطاع الصناعي مازال ما كيكون ماشي قاطرة مهمة في الشغل، يعني بمعناه المحدودية، هذه الكلمة هي اللي نسطر عليها، محدودية مساهمة القطاع الصناعي رغم أهميته وقوة المغرب حاليا على المستوى الإقليمي والإفريقي. ثالثة اللي هي أيضا نقطة مهمة جدا في هذه المعطيات اللي سبتين عليهم أستاذ محمد، هي الخدماتي، قطاع الخدماتي. قطاع الخدماتي ما كيخلقش ديمومة، كيخلقش ديمومة في قطاع الشغل. إذا شكون اللي بقى كياخذ لك القطاع؟ بقى الجفاف راك تكلمتي عليه، بقى قطاع الفلاحة عفوا راك تكلمتي عليه على مشاكل الجفاف، بقى القطاع غير المهيكل وراه كيبقى أنه قطاع غير مهيكل. بقات جوانب الأخرى المهمة جدا اللي خصك أنت ترفع من الإنتاج الداخلي الخام وترفع من مساهمة بعض القطاعات، وباش تخدم خصك الحلول الابتكارية. بين قوسين أستاذ الرماني،
بين قوسين أستاذ الرمان في هذه النقطة تحديدا، لأن الأرقام هي أرقام المندوبية السامية للتخطيط، لا سيما فيما يتعلق بقطاعات مثل الصناعة والصناعة التقليدية، وهناك في الواقع نحن إزاء مدرستين أو مقاربتين. الحكومة أحيانا لا ترضى بهذه الأرقام، أو على الأقل مقاربتها لا تشملها. أخذ ذلك أيضا بعين الاعتبار في نقاش كذا أردت. صحيح، لأن لما كنتكلموا على المندوبية كنتكلموا على جهة مستقلة على العمل السياسي الحكومي، ولذلك نأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار. لكن ونحن نتكلم عن الاجتهادات الحكومية خصنا نعرفوا أن المغرب أرجح في مثل الشفافية، راه كان غير يعني راه أصبح 97 وكان 94، وهذا راه عنده تأثير خطير على سوق الشغل. أن المغرب لم يجتهد منذ 1993 في مجال تبسيط المصادر الإدارية وحماية المقاولات الصغرى. باش تفهم هادشي مزيان السي محمد، كيخصك تكون محتك بهذه المقاولات. غتقول لي سي عبد العزيز، أنا كنت رئيس لمؤسسة لدعم المقاولات الصغرى جدا، وكنا كنركزوا على المدن بحال ورزازات بحال الخميسات بحال كذا، وكنا كنحطوا مبالغ هامة جدا لتحفيز هذه المقاولات، ولكن هذه المقاولات الصغرى كتصطدم بالواقع التنافسي الموجود بجنبها فكتغادر امامنا. يعني باش نقول لك بالارقام تقريبا، لما كنا كندعموا 4000 مؤسسه باش تخلق جديده كانت كتبقى لنا فيها 1500 سي محمد. ومني كتمشي كتبحث كمؤسسه من المفروض انها حاضره من 9 المؤسسات في المغرب، هذه اللي كنت كنترأس، كان كيقول لك أن الإدارة تواجهنا بقوة، أن يعني الظروف غير متاحة والمناخ غير متاح. طيب نكون واقعيين الآن أمام هذه الظرفية اللي هي من خلق الإنسان، هذه العراقيل اللي هي من خلق الإدارة الإنسان، ويمكن الحكومة تجتهد. كيجي لك الظروف المناخية كتأثر عليك بواحد القوة، والظروف المناخية راه صعبة، لأن أنا قلت الظروف المناخية قدر الله، لكن ما يتصل بقطاعات تماما أخرى هذا في جانب تدخل الحكومة أيضا. تماما، إذا لابد من إصلاحات هيكلية في القطاع الضريبي. نعطيك تفسير، لما مقاولة ما عندهاش المداخل، سجلت عام زيرو مداخل كما كنقولوا، كتجي الضريبة كتقول لها أنا ما كنعرفش هذا الرقم ديال زيرو، عندك الباتونز تاكس بروفيسيونال خصك تخلصوا، عندك هذه خصك تخلصوا عندك، كتقول لها سيدي أنا بغيت نسد، كتقول لها لا ما عندكش الحق تسدي أكثر من عام ونص، عاد تسدي حتى نعرف بصح باللي راك فعلا راك فايت. طيب اش كيهزوا؟ كيهزوا رسوم وكيزيدوا. الآن العكس اللي خصو يكون، خص تكون جاذبية لإحداث مقاولات صغيرة جدا، مقاولات صغيرة ودعم المقاولة المتوسطة، ومن طبيعة الحال الإنصاف الضريبي، العدالة الضريبية. طيب راه 90% من مداخل الميزانية من الضريبة، وهذا رقم راه ماشي مبشر بخير، رقم طيب كيعطيك بأن الإنتاج ديالك محدود. شكرا لكم أستاذ عبد العزيز الرماني. هذا الحديث في الواقع يحيلنا إلى الحديث أيضا عن استعمال المفاهيم أيضا في هذا الحقل الذي هو في الواقع ملغوم بامتياز. أستاذ الحسين الفرواح، المندوبية السامية للتخطيط طبعا في مذكراتها هي منظورها أشمل، لأنه تدمج القطاع غير المهيكل في لنقل تحقيقاتها واستطلاعاتها على المستوى الوطني، هذا ربما لا يتوفر في تقارير أخرى. هي تتحدث عن مناصب الشغل، الجهات أخرى تتحدث عن فرص الشغل. هناك طبعا اختلاف في المفاهيم، ولكنه يخفي أيضا مضامين دالة في فهم الوضعية. كيف تقارب هذه المسألة، مسألة مناصب الشغل وفرص الشغل؟ أولا فيما يخص المفاهيم، فالمندوبية السامية للتخطيط كتخدم بالمفهوم تقريبا اللي هو مفهوم ديال البطالة بالنسبة لمنظمة العمل الدولية، وبالتالي غير المقاربة اللي مختلفة من ناحية مثلا الإحصاء. أنا شاركت في تكوين المراقبين ديال الإحصاء ديال 2014، وفعلا هناك يمكن القول بأنه هناك بعض الملاحظات التي يمكن أن نقدمها فيما يخص طريقة حساب البطالة بالمغرب. ولكن على أي، فالمندوبية السامية للتخطيط تعمل بالمفهوم ديال البطالة بالنسبة لمنظمة العمل الدولية. على العموم هناك إشكاليات درنا تشخيص ودرنا تقييم ديال وضعية سوق الشغل بالمغرب،
ووقفنا على مجموعة من الاختلالات والنواقص اللي عندها طبيعة هيكلية اللي خص المراجعة ديالها، في سواء فيما يخص الشغل الناقص، سواء فيما يخص معدل البطالة، سواء فيما يخص معدل الشغل ومعدل النشاط. نعطيك غير مثال، معدل النشاط مثلا تراجع ب 0.7 نقطة مئوية وحاليا هو 43.6%، وهذا راجع بالأساس إلى ارتفاع السكان في سن النشاط اللي هو 15 سنة الفوق، وكذلك تراجع ديال السكان الناشطين ب 0.2%. كل هذه المعطيات كتفرض علينا نقلبوا على الحلول، وهنا لابد من اعتماد مقاربة مندمجة وشاملة وكذلك نهجا استباقيا، ونقلبوا على الجواب الملائم في تنفيذ السياسات المالية لهذه الإكراهات اللي كيعاني طيب منها الحكومة سوق الشغل بالمغرب. أستاذ حسين فرواح، عذرا على المقاطعة، الحكومة مثلا في سياق جهودها لتنشيط سوق الشغل مثلا تبنت برامج من قبيل برنامج أوراش، وهنا ربما سنتوقف بالملموس عند مفهوم فرصة شغل ومفهوم منصب عمل أو منصب شغل، معنى عندك نفس المنصب يتناوب عليه ثلاثة أشخاص، يعني لأنه البرنامج لربما يشمل فئات معينة تستفيد من شغل مدة 4 أشهر أو أشياء من هذا القبيل. هل يسهم ذلك فعليا في امتصاص البطالة؟ وهل يمكن الاعتماد عليه أو البناء عليه من أجل الحل؟ الجواب يمكن أن يمتص البطالة، ولكن خصنا نرجعوا للمفهوم ديال الشغل الناقص. هذا راه خدام ولكن ما خدامش، لماذا؟ لأن ساعات العمل قليلة، وكذلك المردودية والإنتاجية قليلة، وكذلك هناك نوع واحد النوع ديال الهشاشة وعندها تأثيرات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. وبالتالي كما قلت هذه السياسات العمومية خص كذلك مزيان الأوراش ولكن بشكل مؤقت، ولكن خص تكون عندنا برامج اللي عندها ذات طبيعة مستدامة وتكون عندها تأثير على الهيكلة ديال سوق الشغل من خلال تقليص هذا المعدل ديال الشغل الناقص، اللي بالمناسبة أزيد من 1 مليون مغربي عنده هذه الوضعية ديال الشغل الناقص، يعني خدام ما خدام بالتعبير الكاريكاتوري. كذلك إدماج النساء، ما ننساوش بأنه النساء في المغرب عنصر أساسي في المجتمع، ولذلك لابد من إدماج هذه النساء، خصوصا أن الحكومة عندها واحد الوعد ديال إدماج النساء في سوق الشغل، وكذلك تقوية النمو. لماذا تقوية النمو؟ وكذلك حتى النوعية ديال النمو اللي عندنا، الخدمات ماشي هي الصناعة، الصناعة ماشي هي الفلاحة، وكذلك تطوير المهارات والبرامج وتشجيع خلق مناصب شغل ذات جودة وأكثر مردودية، إضافة إلى مواجهة المعيقات الهيكلية التي يعاني منها سوق الشغل، علما أن عندنا فرص متعددة، سواء من خلال التحولات الديموغرافية اللي كيعرف في المغرب، سواء التحولات على المستوى التكنولوجي بما لا العمل عن بعد باش نربحوا الوقت وتكون عندنا المردودية وتكون عندنا الإنتاجية. على أي خصنا نعرفوا بأنه عند المغاربة ثلاثة الأولويات اليوم الحكومة خص تاخذهم بعين الاعتبار، كاين التشغيل، كاين الصحة والتعليم. إلا تمكننا أنه نعطيه الأهمية لهاد القطاعات ديال الشغل وديال التعليم وديال الصحة، فأكيد أننا غنتجاوزوا مجموعة من طيب. الصعوبات ومجموعة من المشاكل اللي عندها تأثيرات على المستوى الاجتماعي وكذلك على المستوى الاقتصادي بالنسبة للمواطن المغربي. شكرا لكم أستاذ حسين الفرواح. أستاذ عبد اللطيف كومات، حينما نستقرئ طبعا سوق الشغل حسب الجهات، لنأخذ هذا المسار الجغرافي وهو أيضا دال جهة مراكش آسفي 7.7% كمعدل بطالة، جهة طنجة تطوان الحسيمة 10.1% أدنى من المعدل الوطني. طبعا هذا المعدل الجهوي للبطالة، إذا ذهبت مثلا إلى الشرق 19%، جنوبا أيضا مرتفع، في الدار البيضاء مرتفع، في فاس مكناس أيضا مرتفع نسبيا. ما الذي يجعل أو على الأقل هل هذه الجهات التي يقل فيها معدل البطالة عن المعدل الوطني فيها خصائص معينة يمكن أن تفيد صانع السياسة الحكومية بالنسبة للجهات الأخرى؟ نعم، هو التفسير يعني مختلف بالنسبة للجهات، لأن إذا لاحظتوا
يعني الجهات اللي فيها نسبة يعني البطالة مرتفعة كنلاحظوا بأن عندها هيكلة مختلفة، مثلا جهة الشرق وجهة الدار البيضاء ستاد، بحيث أن هذه الجهات هي التي تعرف عدد يعني الأكبر من البطالة والنسبة البطالة مرتفعة، إلا أن التفسيرات هي مختلفة. فبالنسبة لجهة الشرق هناك إشكاليات الحركية الاقتصادية، هناك إشكاليات جذب الاستثمارات، وهذا من الأهداف يعني اليوم المسطرة، لا من ناحية اليوم يعني ميثاق الاستثمار اللي كيعطي واحد التحفيزات بالنسبة لبعض الجهات، ومنها جهة الشرق اللي عندها تحفيزات أكبر بالنسبة لجهات أخرى باش يمكن الاستثمار يولج لها. أيضا كاين إشكالية البنيات التحتية، الولوج والحركية، أيضا كل هذه كتجعل بأن جهات مثل جهات الشرق فيها يعني نسبة مرتفعة. بالنسبة لجهة الدار البيضاء ستات الإشكال مختلف، فهي يعني المحور أو القطب الاقتصادي لبلادنا، هي اللي فيها يعني أكثر من 50% من الصناعة في بلادنا، ولكن في نفس الوقت هي اللي فيها العدد الأكبر من يعني البطالة، اللي فيها النسبة من النسب الأكبر أيضا نسبة البطالة. كيفاش نفسروا يعني هذا الإشكال بالنسبة لجهات الدار البيضاء؟ هي أن جهات الدار البيضاء بشخصيتها وبخصائصها كتستقطب باحثين عن الشغل من الجهات الأخرى، وكيطلبوا الشغل داخل جهات الدار البيضاء ستات، لهذا هذا كيجعل بأن الجهات الدار البيضاء ستات فيها واحد العدد كبير من طالبي الشغل، وإذن نسبة البطالة كترتفع. إذن هناك أسباب وهناك يعني ركائز مختلفة من جهة إلى أخرى، إلا أن كما تفضلت أشنا هي يعني الخصائص يعني والدروس اللي يمكننا نستقيها من جهة إلى أخرى باش يمكن يكون يعني والتبادل ديال الخبرات وديال التجارب. فعندنا مثلا جهة طنجة تطوان الحسيمة اللي هي اليوم فيها أدنى معدل البطالة 7.7، أدنى معدل، وهذا معروف على الصعيد الوطني، بحيث أن يعني جهات كالرباط قنيطرة وكطنجة تطوان الحسيمة اليوم عرفت واحد دينامية استثمارية كبيرة من خلال خلق يعني نسيج اقتصادي. اليوم كنعرفوا صناعة السيارات، صناعة الطائرات، هذه يعني الصناعات الجديدة للمغرب، اللي خصوصا بالنسبة لطنجة يعني كان واحد استقطاب مع الميناء المتوسطي، مع يعني أيضا المجهود اللي تعمل من ناحية البنيات التحتية، من ناحية الطرق، من ناحية القطار السريع. يعني هذا إذا كان يعني دروس اللي يمكن لنا نستقيها، يمكن لي نركز واحد ثلاث دروس. الأول هي البنيات التحتية، البنيات التحتية هامة لاستقطاب الاستثمارات. طيب، لهذا بلادنا اليوم خلال الاستثمارات العمومية اللي هي في الحقيقة كان واحد مجهود كبير اللي خلات المغرب اليوم كي يتمركز من الدول أكثر يعني مجهود من ناحية البنيات التحتية، وهذا طيب كنشوف النتائج ديالو اليوم. ثانيا الموارد البشرية، الموارد البشرية والتكوين اليوم في طنجة يعني كتستدرج واحد العدد ديال الكفاءات ديال المهندسين ديال الشباب اللي هما اليوم كيساهموا في هذه الحركية الاقتصادية. ثانيا التسهيلات والمساطر الإدارية، كنعرفوا اليوم الدور اللي أصبح عند المراكز الجهوية للاستثمار اللي ولات عندهم واحد استقلالية، واحد المسؤولية جهوية، بحيث شكراً. أن أي مركز جهوي للاستثمار يخصو اليوم تكون عنده واحد سياسة بس يستقطب الاستثمارات، ويمكن اليوم كاين جهات اللي فيها مراكز أكثر دينامية من جهات أخرى. لهذا يجب أن يكون العمل عمل محلي، عمل جهوي، وهذا هو يعني اليوم كنتكلموا على الجهوية المتقدمة، كنتكلموا على النموذج التنموي الجديد، كنتكلموا على النقصان من الفوارق المجالية والاجتماعية، كل هذا يعني غادي تنتج منه واحد الحركة. شكرا لك أستاذ عبد اللطيف كومات، على قراطي ضبط الوقت أيضا يتداركنا. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد اللطيف كومات. أستاذ عبد العزيز زرماني، حينما نتأمل في اتجاهات القطاعات، قطاع الفلاحة هذا مرهون بالمناخ وهذا معروف وخارج طاقتنا، لكن هناك تحديات دولية مهمة جدا تتصل ببعض القطاعات التي هي قاطرة في النموذج التنموي الاقتصادي المغربي، مثلا الصناعة.
الصناعة هي تنخرط دوليا طبعا في نموذج من الأتمتة لوتوماتيزاسيون، معنى أنه الاستعانة بالآليات من أجل تعويض اليد العاملة، وهذا يخلق تحدي لأنه نريد منها مناصب شغل أيضا. كيف تنظر إلى مستقبل هذه القطاعات الإنتاجية على ضوء ما تدره من مناصب الشغل؟ وهذا هو من طبيعة الحال ما يمكن تسميته بالاقتصاد التوقعي، يعني أنك الآن أمام هذه المعطيات اللي تكلمت عليها مس محمد، خصني نشوف كيفاش نواجه الذكاء الاصطناعي المستقبلي، نواجهه اقتصاديا. يعني إذا لابد من تنويع يعني الجوانب المدرة للإنتاج وللدخل، لابد من هيكلة النسيج الاقتصادي الوطني. لا، لأنه لولا التكنولوجيا الآن بوجهها الإيجابي ماشي بوجهها السلبي، يعني هذا الشيء ديال من اللي نجحت فيه التجارة، البيع ديال هذه الوسائل التكنولوجيا كانت تكون متأثر أكثر في مجال الشغل، لولا في مجال البطالة، لولا هذا الجانب الصناعي اللي يجذب لك صناعة السيارات وصناعة الطائرات وصناعة التكنولوجيا وصناعة وهذه الموانئ وغير ذلك، لا كنت تكون في وضع أصعب بشكل كثير. لولا المخطط الأخضر في المجال الفلاحي لكانت البادية غادي تخوى لك من هنا واحد شوية في إطار الهجرة المضادة يعني نحو المدينة. إذا أنت أمام معطيات خصك توازنهم في الرؤى ديالك، وباش توازنهم خصك تبحث على الآليات المستقبلية لتحفيز الاقتصاد الوطني. الآليات المستقبلية ما يمكنش تكون ناجحة إلا ما طلقتي من إصلاحات هيكلية آنية ماشي متأخرة نأجلها لواحد الزمان. خصك تسرع بسرعة باش تراجع نظام الترخيص اللي عندك، يعني هاد المجال راه دارتو ميريكان هذه سنين، الطاكسيات راه خصو يتخصص يعني يولي مطلوق، ماشي ضروري ديك كريمة باش يولي مشغل وحافز أكثر. هذاك الشيء ديال الأراضي السلالية يجب إصلاحه بجدية كبيرة، يجب العمل على المشروع الملكي اللي أعطى القطاع الخاص يولي عنده طبعا مع القطاع العام والقطاع التربوي، ولكن القطاع الخاص يكون عنده حافز موصل. يجب إصلاح الجهوية تكون متقدمة بالفعل، وهذا شيء ضروري، وهذوك الجهات المنتخبة يكون عندهم دور في تحفيز الاقتصاد خاصة الجماعات الثروية. فهنا كتبحث على التوازنات الضرورية، ما يمكنش أنت ما قدرتش تصلح سوق الجملة وما يخلفه من تأثير على البطالة تقول راني غنصلح المستقبل وغنواجه الذكاء الاصطناعي. صعب، لأن ما عندكش الحلول الابتكارية، أو أنت ترفض بعقلية تقليدية، ترفض الاتجاه أو لا تتجرأ على الإصلاحات القوية، أنت تتخوف من الإصلاحات الضريبية، في حين أنه آن الأوان لتطبيق جزء كبير من المناظرة الوطنية اللي كانت، وإدخال إصلاحات حالية آنية بسرعة أصبحت تتقادم كبيرة بمرور الوقت. طبعا والعدالة لا المجالية ولا الضريبية ولا في قطاع الشغل، راه العدالة كيبقى لفظ يوتيوبي، يعني بحال كتكلم على الفضيلة أو المدينة الفاضلة. لا، العدالة بمعناها يعني اللي هو هكذا كتوجد واحد الأرضية واقعية، يعني كتقول غلطي، يعني ما نمشيش كاع أنا العدالة بمفهومها الكبير الخيالي، أنا نتكلم عن العدالة المجزأة، يعني نبدأ ونقول بسم الله توكلت على الله في الإصلاحات ونمشي. ما لم تخلق الحياة العامة في المغرب والحياة الإدارية وتحارب الريع بجدية وتحارب الفساد بجدية باش تكون عندك القدرة باش تواجه وتبسط المساطر بالنسبة للمؤسسات، ماشي اللي بغي يدير غير مقازة ولا حويني تتمعش فيه يلقى راسه أمام. باش نختم ونخلي لك لأن عندك الوقت، 1995 كم كانوا عدد المساطر السي محمد؟ كانوا 16 مسطرة، وكنا كنقولوا كثيرة بزاف، حاليا 36 مسطرة. وما كنتكلمش عن المساطر التي تتوالد، البيرمي خصك توجدو في هذا 10 سنين، الكارت غريز في 5 سنين، الباسبور نقصوا له 5 سنين، هادو كيتوالدوا، خاصك تمشي تسجل هنا الا بغيتي الباسبور، خاصك تمشي، هادو كيتوالدوا عاديين كيتوالدوا. ولكن من اجل انشاء المقاوله انتقلنا من 17 من 16 17 الى 36. عيب وعيب وعيب بزاف. طيب، تقول انا بلد كنمشي نحو النمو، عيب. وأستاذ عبد العزيز الرماني، ونحن أيضا ندخل في الواقع إلى ما يتصل بتحديات النموذج التنموي الجديد، وعندنا فيه أستاذ الحسين فرواح عدة
تحديات واستحقاقات لا ينبغي أن يخلفها المغرب من دون شك فيما يتصل بنسيجه الاقتصادي وتحوله، لأنه هناك تغير مناخي، هناك أيضا صناعة جديدة تفرض نفسها، صناعة كهربائية وتعتمد على الآلة أكثر من اليد العاملة، وعندك يد عاملة طبعا ينبغي أن تجد لها حلول. هل بدأنا نتأخر فيما يتصل باستحقاقات هذا النموذج التنموي فيما يتصل بالأرقام التي تريدها المندوبية السامية للتخطيط كل سنة فيما يتصل بالتشغيل؟ اولا خصني نمشي لواحد الاشاره، هو انه لا يجب ان نتخوف من التحولات التكنولوجيه الراهنه كالذكاء الاصطناعي، الاتمته، اوتوماتيزاسيون الى اخره. بالعكس خص تكون فرصه نستغلوها لنعطي واحد الديناميه لسوق الشغل. بالنسبه للنموذج التنموي من هنا 15 سنه، النموذج التنموي ولا التقرير ديال النموذج التنموي راهن على في المعدل النسبه ديال النمو السنويه ديال 6%، ومن 2021 إلى 2024 في معدل نسبة النمو في حدود 2.3%، وبالتالي احنا بعيدين جدا لتحقيق المخرجات ديال النموذج التنموي، خصوصا باش نوصلوا لواحد الهدف الأساسي اللي هو مضاعفة الدخل الفردي في أفق سنة 2035. وبالتالي بالفعل عندنا إكراهات كثيرة. يلا خرجنا من الجائحة ديال كورونا، عندنا الجفاف، الأزمة الروسية الأوكرانية، الزلزال ديال الحوز اللي خرج منه المغرب بشكل جيد باعتراف المنظمات الدولية، وكذلك تقرير ديال المجلس الأعلى للحسابات اللي بالمناسبة خصنا نرجعوا ليه وناخذوا فيه مجموعة من التوصيات والخلاصات في مختلف المشاريع المهيكلة الكبرى اللي انخرط فيها المغرب باش نحسنوا الأداء ديال المدبر العمومي، ويكون عندنا واحد الأطار على المواطن المغربي من خلال العمل بالتدبير المبني على النتائج وليس فقط التدبير المبني على الأهداف. بالفعل هناك مجموعة من الكراهات المتعلقة بسوق الشغل. إلا خدنا غير مثلا أن المذكرة ديال المندوبية السامية للتخطيط اللي قالت بأنه فغالبية ديال السكان الناشطين كيتركزوا في 5 ديال الجهات ديال المملكة، هذا يخفي مجموعة من المعضلات المرتبطة بسوق الشغل، أولها الهجرة القروية اللي السبب ديالها هو الجفاف، وبالتالي خصنا نقلبوا على يعني سياسات ولا حلول مرتبطة بالفلاحة، خصوصا الفلاحة التي لا تستغل الأكثر ديال المياه باش نخليو الناس يستقروا في المناطق ديالهم عوض الهجرة القروية. كذلك يخفي لا عدالة المجالية ولا الترابية فيما يخص توزيع الاستثمارات بالمغرب، وهنا لابد من الاستفادة من الفرص اللي كيوفرها لنا ميثاق الاستثمار الجديد باش نوجهه من خلال أنظمة الدعم المستثمرين يمشيوا للجهات اللي فيها يعني يعني مناصب شغل قليلة، وبالتالي الاستثمار في تلك المناطق باش نشجعوا الناس يستقروا في المناطق ديالهم ونوفروا لهم مناصب شغل وكذلك الظروف الملائمة لعيش حياة كريمة. شكرا لك أستاذ حسين الفرواحة أيضا على التكثيف في الجواب. سأخذ كلمات نهائية أو ختامية مع الأستاذ عبد اللطيف كومات وضيوفي الآخرين. أستاذ عبد اللطيف كومات، الآن طبعا 2024 كيف تلوح؟ في عناوين بسيطة رجاء تفضل. وبالنسبة ل 2024 يعني كنتمنى أولا بالنسبة للسنة الفلاحية إن شاء الله يعني أن إن شاء الله في الأيام المقبلة تكون أمطار، لأن كيبقى يعني على المدى القصير الإشكالية الجفاف هي يعني من الإشكاليات الكبرى. ثانيا اللي كنتمنى هو أن الدينامية الاستثمارية، لأن الحمد لله اليوم المغرب عنده رؤية، عنده يعني مشاريع في المستقبل، عنده إعادة هيكلة الاقتصاد، يعني اليوم عندنا قطاعات استراتيجية كبرى. الإشكال اللي عندنا هو يعني ندبروا المدى القصير، يعني لأن الإشكالية مطروحة يعني في 2024-2025 كاينة إعادة اليوم يعني الأخذ الاقتصاد للانتعاش ديالو، لأن حتى النسب اللي هي يعني منتظرات كتتراوح ما بين 3-3.5%، المغرب كيخصنا واحد النسب النمو ما بين 4-6%، هذا هو اللي مسطر في النموذج التنموي. كنتمنى ان شاء الله في ان السنوات المقبله ان شاء الله نعاودوا نرجعوا لذاك الديناميه المتوخات. شكرا لك استاذ عبد اللطيف كومات. استاذ عبد العزيز الرماني، كانت هناك عده برامج من اجل تنشيط سوق الشغل في السابق، المقاول الذاتي، اوراش واشياء من هذا القبيل.
كيف ينبغي التحرك الآن على ضوء التجربة وعلى ضوء الحصيلة؟ فعلا باختصار شديد كتبقى محدودية، طبعا المحدودية كبيرة جدا لهذه البرامج، لكنها عندها بصمة ديالها، لكن وكتخف يعني كتخفض، ولكن هذه النسبية يجب باش نتجاوزوها الآن إلى حلول كما قلنا إصلاحية هيكلية اقتصادية. عندنا رؤية مستقبلية واضحة 2024 إن شاء الله إلا كانت فيها الأمطار جيدة، إلا مشات فيها التحفيز الاقتصادي، إلى السياحة اللي دارت واحد الرقم قياسي 104 ديال المليار ديال الدرهم ومداخل ديال 14 مليون شخص، اللي كان الحمد لله إلا كان هناك انتعاشة في بعض القطاعات اللي هي مهمة جدا، ف 2024 غتكون أحسن بكثير من 2023. طيب. وهذا أمل كبير خاصة إذا جاد الله تعالى بالأمطار. شكراً. وخفف من وطأة الجفاف، وهذا ضروري، لكن لا بد من الحلول الهيكلية، لا بد من الإصلاحات التي تحدثنا عنها شيء ضروري، ولا بد من الجرأة في الدخول إلى هذه الإصلاحات. شكرا لك أستاذ عبد العزيز الزرماني، نتمنى ذلك. أيضا أستاذ الحسين الفرواح، فيما يتعلق بالفلاحة وأنت أيضا في منطقة فلاحية، محطة تحلية مياه البحر في شتوكا مثلا كان لها أثر إيجابي جدا فيما يتصل بالنشاط الفلاحي واستدامة تموين بالماء، والفلاحة لا مفر منها للخصوصية الاجتماعية للساكنة في المغرب. هل هذا يشكل مدخل لربما لمواجهة الجفاف؟ بالفعل كاين هناك مجموعه من التوجهات ديال فيما يخص السياسه المائيه ديال المغرب، بالاضافه الى السدود اللي المغرب رائد فيها، هناك كذلك تحليه مياه البحر اللي بالمناسبه حققت منجزات كبيره فيما يخص سواء مياه الشرب ولا مياه الموجهه للفلاحه، اللي بالمناسبه هذيك المحطه ديال شتوكايت بها يعني غطت واحد العجز ديال الاجهاد المائي اللي عندنا في الجهه ديال سوسمسا، وعندها وقع ايجابي على سواء الفلاحه ولا مياه الشرب، وبالتالي خصنا غير ندرسوا التاثير البيئي ديال هذه المحطات السياحيه ديال المحطات المائيه باش ما يكونش عندها واحد التاثير سلبي على البيئه، ونستافدوا من مجموعه من الفرص اللي كتتيح لنا في هذه الامور ديال فيما يخص الفلاحه، علما ان ولما لا مراجعه يعني السياسه الفلاحيه رغم انها حققت مجموعه من المنجزات لا يمكن انكارها، ولكن خصنا نراجعوا يعني النوعيه مثلا ديال المزروعات اللي كتستهلك اقل من المياه باش يعني نواجهوا هذا الاجهاد المالي. الأستاذ الحسين الفرواح السنوات الأخيرة. الأستاذ الحسين الفرواح الأستاذ المبرز الباحث في الاقتصاد، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات من تيزنيت. نشكر ضيفنا من الرباط الأستاذ الدكتور عبد العزيز الرماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ونشكر ضيفنا من الدار البيضاء الأستاذ الدكتور عبد اللطيف كومات عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة حسن الثاني. بإمكانكم مشاهدينا الكرام العودة إلى هذه الحلقة والاطلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني media.ntv.com. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.